يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة. لليوم اخترنا موضوع يهم برشة توينسة، وبرشة توينسة قاعدة تسأل عليه ليامات هذوما، خاصة مع قروب الصيف والعروسات وكالجو ذاك الكل. دونك الموضوع هو طبيب الأسنان، ومعنا أخصائي في طب الأسنان الدكتور محمد علي تركي. صباح النور. صباح النور. عسلامة خديجة، مرحبا بك وكيف مستمعيكم وزافين. مرحبا بك انت زادة، الله يخليك، بارك الله فيك سي محمد. دونك دكتور، باش نسألوك على موضوع تبييض الأسنان، شنو هو بعجالة تبييض الأسنان، وشنو اللي يخلي العباد تلتجأ لتبييض الأسنان؟ قبل كل شيء نحب نحكي على حاجة اللي لاحظناه دوبوي 5 ans الاخرانيين، اللي هي دو في نتاع اغلبية التوانسة تحسن. يعني ولا فما عندنا توانسة يمشيو للدونتيست، مش كان كيبدا عندهم دي بروبليم في ليدون، لوبجيكتيف استيتيك يجيو يعملوا كونترول، يحبوا يبيضوا ليدون، وكيما نحب ثاني نقولها اكليرسيسمون دي دون. احنا ما نقولوش بلانشيمون دي دون، نقولوا اكليرسيسمون دي دون، خاطر اون فا غاني التان تاع احنا نتاع الدون. أغلبية اللي يجيو يحبوا على البلانشيمون أكثريتهم اللي فام، كما تعرف خديجة فما شكون تحب تعرس، فما لوبجيكتيف استيتي كذا. البلانشيمون يقع في فما دو تيب عندنا دو بلانشيمون، فما البلانشيمون اللي يقع في العيادة عند طبيب أسنان، وعندنا البلانشيمون اللي يقع على دوميسيل. قبل هذا الكل باش نحكيو على اللي عند طبيب الأسنان، وقتاش اللي عند طبيب الأسنان في الكابينيه. قبل كل شيء لازم كل كسوة باش تعمل بلانشيمون دوميسيل ولا البلانشيمون عند طبيب الأسنان، وبديجي باش تمشي لطبيب الأسنان يعمل لك بيون فيزيت، خاطر ما نجموش نعملو بلانشيمون على دي دون كاري على كي تبدا الليجيان امبارفيت. لازم ساعة ان بون ديتارتراج، لازم جونسيف تبدا لاباس، وقتها نجمو نحكيو على ان بلانشيمون. فما دي كا معينين اللي البلانشيمون يكون فيهم اوبليغاتوار، كيما حالة الفليوروز عندنا كيما تعرف خديجة في مناطق معينة في تونس، منها في الجنوب حتى في سوسة موجودة، عندنا نسبة الكونسنتراسيون تاع الفليور في الماء مرتفعة. دونك ينجر عليه مرض يتسمى بالفليوروز، دي تاش جونات يبداو في السنين. دونك اوبليجي وقتها لي باسيون نجمو نعملو لهم البلانشيمون. بالطبيعة فما دي ستاد معينين نجمو نخدمو فيه البلانشيمون، كيما ستاد الاول والثاني والثالث، وابارتير من ستاد الرابع والخامس ما نجموش نحكيو على بلانشيمون، خاطر فما حاجات اخرى نجمو نعملوها استيتيك زاد كيما الفاسيت والليكورون. دكتور لهنا باش نسلك، هل كل الاشخاص مؤهله انها تقوم بعمليه البلانشيمون هذه، ولا فما ناس ما عندهاش الحق؟ بالنسبة للبلانشيمون ما نجموش نعملوه عند المرأة الحامل والمرأة الترضع، ولا الشخص اللي يبدأ في الصحة متاعه عنده دي بروبليم سانتي في البريود هذيك، ما نجموش نخدمو له البلانشيمون. ولا عند الأطفال زادة ما نصحهمش بالبلانشيمون، يعني في عمر معين، أبارتير من عمر معين يكون الإنسان بالنسبة للأطفال معناها إذا كان يكبروا يوليوا عندهم الحق. عندهم الحق بارتير دو من المستحدث دو 12 ans. ايوه. ودكتور توا الحكايه هذه عندها اثار جانبيه، معنى اسكو بالحق كيما يحكيوا الضر الاسنان من بعد واللثه، والا لا معنى حاجه عاديه وطبيعيه؟ الانكونفينيون الوحيد نتاع البلانشيمون ولا ليكليرسيسمون دي بون هي السنسيبيليتي او كور دو تريتمون، يعني في البريود اللي قاعد يتم فيها في العلاج، خاطر كيما تعرف قلت لك العلاج يفرق من حاله حسب الحاله، فما هو من 2-3 séances المينيموم، وكيكا وانت والريزلتا اللي تحصل على الطبيب واللي يحب يوصلها مع الباسيون اكيد تفرق الحالات. دونك الحاجه النيجاتيف الوحيده اللي هي فما شويه سنسيبيليتي قلت لك كور دو تريتمون في البريود هذيك، مي بعد اكيد كان الباسيون هو اللي باش يخدم بلانشيمون اكيد باش يسمع لي كونساي نتاع الميدسان تريتون نتاعو، باش يتبع لي كونساي نتاعو، نتصور مش يعني باش يلقى ريزلتا باهيه.
بالبي جوست فما حاجة واحدة نحب نقولها اللي البريود البلانشيمون ما ننصحوش بيه شي اللي فيمور يعني ماذا بينا بعد ما نخدموا البلانشيمون نبعدوا عكل أي حاجة فيها كولوراسيون مثل غازوز تي أكيد مش نقولوا للتوينس الكل يعني نحي الغازوز تي وأي حاجة فيها كولوراسيون مي من المستحسن نقصوا منها وقت اللي كونسيم تاع الميتسات خيطان بتاعك تجمد فيدك فما ايوه بالضبط لهنا باش نصلك لانه فما ناس تقول لك تتقلق بعد ما تقوم بعمليه التبييض هذه تقول لك لا نقعد ونشرب ويطلب معناها الطبيب يطلب منا نقعد ونشرب بالباي ونقعد خديجه من دو بريفيرونس يعني كيما نقولوا المستحسن نبعد على اي حاجه فيها كولوراسيون باه ما نجمش نقولوا فما نقول لك ما نجمش نبطل يعني ما نجمش نقعد ما نشربش غازوز قهوه اكسترا لو جوست في الحالة ذي كنا يعني موش مش يعطي ريزلتا كيما عند الشخص اللي ما تلقاه نون فيمور الشخص اللي ما يفقل يشرب التاي والغازوز وكل الحاجات اللي فيها كولوراسيون الريزلتا تفرق في الحالة ذي مي كيف كيف حتى الفيمور واللي يستعمل لي برودوي فيهم كولوراسيون مش يلقى ريزلتا ابخي البلانشيمون مي جوست فما يعني ديفيرونس في التعب في الريزلتا سي محمد عمي احنا جست ننصحوا بريود تريتمون الدخان لي بريود تريتمون الدخان لي خاطر عنده نيجاتيف ما يعطيش الريزلتا باهية وبعد بعد ما نكملوا تريتمون بعد ما نكملوا تريتمون نمس واحنا لي باسيون كانوا في مور يعني باش ينقص من الدخان ولا كيما قلت لك كانوا يستعمل في برشا برودوي فيهم كولوراسيون ينقص منهم والطبيب التريتون نتاعو تو يعطيه دونتيفريز سون فليور باش ينجم يحافظ على التانت اللي وصل لها مع الباسيون هذاك الاوبجيكتيف يعني يوصلوا هما نورمالمون كي يكملوا لي سيونس توصل الاوبجيكتيف اللي حاجتنا به الباسيون يكون ساتيسفي وصل للريزلتا والتانت اللي حاجته به والميدسان كيف كيف دونك نتصور يعني كان لي باسيون يتبع يعني الكونسي نتاع الميدسان دونتيست نتاعو ما فما حتى مشكل كل سي موا يعمل ديتاكتاج خاطر اهم حاجه هي قبل البلانشيمون فما لي ميدسان دونتيست الكل مش يخدم لك ديتاكتاج ديتاكتاج شنو باش نحيو الكالكير خاطر سبب مشاكل احنا عندنا كلكو سوا جونسيف ولا لي دون والكالكير صحيح صحيح دونك لهنا الدكتور باش نسلك على نقطه اسكو بالحق كيما يقولوا العمليه هذه تصير مره برك في العمر معناها انسان ما عندوش الحق يعاودها مره اخرى من بعد ولا لا ليفيكاسيتي نتاع البلانشيمون قلت لك سا ديبون انت وبعد كاش ليجيان دفي نتاع كل باسيون انت كاش تتبع لي كونساي نتاع الميدسان نتاعك اللي نجم نقولهم لك من 6 موا حتى كاش 2 زون تقعد ليفيكاسيتي نتاع البلانشيمون باقينا من 6 موا ل 2 زون انت وكيف الباسيون كيفاش يتبع لي كونسين نتاعك قلت لك كيفاش يستعمل الدونتيفريز سون فليور كيفاش ينقص من الطبا ينقص من كل البرودوي فيهم كولوراسيون كيفاش يواظب عند الدونتيست نتاعو وبعد ما يوفى لي في نتاع البلانشيمون معناها عادي فما حتى اشكاليه كان يحب يعاود مره اخرى فما حتى ما فماش حتى اشكاليه اكيد فماش حتى اشكاليه نجم يعاود قلت لك الحاجه الوحيده اللي هي فما شويه سونساسيون نتاع سونسيبيليتي اما جوست او كور دو تريتمون يعني كل 2 سمان ولا 3 سمان سا ديبون انت والكا او كور دو تريتمون وقتها يحس الباسيون شويه متقلق فما سونسيبيليتي بعدها مش تتنحى بطبيعتها مع كيما قلت لك يتبع لي كونسيني نتاع الميدسان تريتون نتاعو اكيد مش تتنحى السونسيبيليتي هذايا ويوصل للريزلتا اللي حاجته بها دونك دكتور قبل ما نختم معاك الموضوع اكيد مهم ويهم برشا ناس لكن برشا يتسالوا على التكاليف معناها اسكو الموضوع هذا ينجم يكون مكلف برشا والا حاجه في المتناول اللي نجم اي انسان يعملها بالنسبه للسيونس نتصور يعني اللي عند اي دونتيست في الكابينيه معناها الكلفه في الفيزيتا مع لي سيونس لي بون فاتك من 2-3 سيونس مينيموم سيونس نتصور كيما الناس كل مع 200 دينار في الزون هذيك سا لي بون كل دون ميدسان قداش يعني سيونس 200 دينار سيونس سيونس ب 200 دينار 200 دينار معناها هو يعمل 3 سيونس يطلع له 600 دينار ومزن على بركة ربي سا ديبون انت والتكنيك فقلت لك عندنا دي تكنيك يعني ديفيرونت
كيما نقولوا عندنا تكنيك الجوتيغ اللي هي البروتيج هذا يستعملوا الباسيون في الدار دوميسيل يعطيه معاه الميدسان نتاعو البرودوي يستعملوا في دوميسيل اقل البري نتاعو اقل وعندنا تكنيك كيما قلت لك اللي يخدمها الميدسان دونتيست واللي هي احسن افيكاس ويعطي ريزلت خير على الفوتوي دونتيغ نتاعو باستعمال تقنيه الليزر تعطي النتيجه باهيه هذاك علاش اغلى شويه في البري واضح.